السلام عليكم متابعينا الاعزاء، اهلا بكم بهذا الفيديو. ان شاء الله اليوم حديثنا راح يكون على هذا الجهاز واللي هو الريدمي نوت 10 برو. راح احكي بهذا الفيديو على كل التفاصيل الخاصه بهذا الهاتف، واول شيء راح ابدي به هو سعر الهاتف. سعر هذا الجهاز حاليا هو 235 دولار، يعني تقريبا احنا قاعد نحكي على 340 الف دينار عراقي. لكن هل هذا الهاتف فعلا يستحق هذا السعر لو لا؟ هو هذا الشيء راح تعرفه بهذا الفيديو، لذلك انصحك ان تكمل الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفاد. ربما من اكثر الاشياء اللي تفاجئك او تصدمك بهذا الجهاز انه هذا الهاتف يجي بشاشه مثاليه بهاي الفئه السعريه. لما اتكلم انه شاشه مثاليه فهي فعلا مثاليه بالارقام اللي تقدمها والمواصفات اللي تنطيك اياها. اول شيء عندك شاشه سوبر اموليد بحجم 6.67 انش. الشغله الثانيه انه الشاشه بدقه فول اتش دي بلس بالاضافه الى 120 هرتز ريفرش ريت، واكيد هذا الشيء ممتاز ان نشوفه خصوصا انه شاشه من نوع سوبر اموليد. طبعا اكيد نضيف عليها الاتش دي ار 10 بالاضافه الى طبقه حمايه من غوريلا جلاس الجيل الخامس. وعندك نسبه استحواذ صراحه جدا ممتازه 85.6% من الواجهه الاماميه للجهاز، بالاضافه الى معدل بكسلات يصل الى 395 بكسل بالانج الواحد، واللي اكيد هذا الشيء راح يعطيك جوده عرض محتوى اكيد راح تكون ممتازه. لذلك بصراحه ولاول مره انا جدا معجب بشاشه هذا الجهاز، كونها تقدم كل شيء تحتاجه خصوصا بهيك فئه سعريه. لذلك الشاشه تعتبر من اهم واقوى نقاط القوه الموجوده بهذا الهاتف الريدمي نوت 10 برو. واما بالنسبه للتصميم فهو نفس الاجيال السابقه من هذا الهاتف، ايضا الظهر راح يكون مصنوع بالكامل من الزجاج بالاضافه الى طبقه حمايه من غوريلا جلاس الجيل الخامس، والاطار هنا راح يكون بلاستيكي، ووزن الهاتف هو 193 جرام وبسماكه 8.1 ملم. بصراحه وزن الهاتف مناسب جدا وما راح تحس باي ثقل عند ما تشيل الهاتف بيدك. وطبعا الريدمي نوت 10 برو راح يكون مقاوم لرذاذ الماء بمعيار الاي بي 53، واللي ايضا يعتبر اضافه حلوه لهذا الهاتف. وننتقل للحديث على المعالج ونظام التشغيل. نظام التشغيل هو الاندرويد 11 بالاضافه الى واجهه شاومي لام اي يو اي 12. وبالحديث عن الاداء فهذا الهاتف يستخدم معالج سناب دراجون 732 جي معماريه تصنيع 8 نانومتر، وبالاضافه الى معالج رسوميات من نوع ادرينو 618. وبصراحة أداء هذا الجهاز بالاستخدام الاعتيادي والتنقل بين التطبيقات واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فبهذا الأمر نهائيا ما راح يكون عندك أي مشاكل، لا من ناحية التهنيج أو التعليق أو من ناحية الحرارة أو حتى من ناحية استهلاك الطاقة. أمورك راح تكون تمام مع هذه الأشياء كلها. وبالحديث عن أداء هذا المعالج بالألعاب فبصراحة الأداء ما راح يكون أفضل شيء، ولكن بنفس الوقت ما راح يكون أسوأ شيء. بألعاب مثل Call of Duty أو PUBG Mobile فهذا الهاتف راح ينطيك HD مع فريمات عالية، وإذا لعبت هاي الألعاب على إعدادات أقل مثل السلس فراح ينطيك 40 فريم. استخدمت هذا الهاتف لمدة 4 ساعات متواصلة بهذه الألعاب، وبصراحة الأداء كان مستقر جدا وما واجهت أي مشاكل نهائيا، ما واجهت أي شيء لا حرارة ولا دروب فريم أو تقطيعات هواية صارت عندي أثناء اللعب. ولكن أكرر مرة ثانية، الأداء اللي تحصله بالألعاب بهذا الهاتف هو مو أفضل شيء بهاي الفئة السعرية، لأن عندك هاتف مثل البوكو إكس 3 برو راح يكون خيار أفضل بمراحل كثيرة عن هذا الهاتف بمجال الألعاب أو بمجال الأداء بشكل عام. الهاتف يجي برام 6 جيجا بايت مع ذاكرة 64 أو 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى إمكانية تركيب ذاكرة خارجية من نوع مايكرو اس دي. نجي إلى واحدة أيضا من أهم وأقوى نقاط القوة الموجودة بهذا الهاتف اللي هي الكاميرات الخلفية. العادة الأرقام بهاي الفئة السعرية تكون 48 أو 64 ميجا بكسل، لكن هنا شاومي قررت أنه تتفوق على نفسها بهاي الفئة السعرية وخلت كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل. ولكن أكيد عدد الميجا بكسل هو مو كل شيء بالكاميرا، ولكن لازم نتفق على شيء إنه كل ما زاد عدد الميجا بكسل بالكاميرا اللي تأخذها أنت، هذا الشيء راح يعطيك تفاصيل أكثر بالصور، وهذا الشيء اللي راح أشوفه بكاميرا الريدمي نوت 10 برو. بصراحة الصور اللي راح تحصلها من الكاميرا الأمامية صور ممتازة جدا، التفاصيل وطريقة معالجة الصور راح تكون بطريقة ممتازة جدا وأفضل ما يكون، يعني الكاميرا هنا أدائها محترم جدا بصراحة. الكاميرا الثانية الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، والصور اللي حصلتها من هاي الكاميرا صراحة جدا ممتازة، والكاميرا الثالثة راح تكون ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة راح تكون الدبث او العزل بدقة 2 ميجا بكسل. ولكن اكيد وجود الكاميرا الثالثة والرابعة الماكرو والدبث هو فقط لزيادة عدد ومو بالاهمية البالغة. الكاميرا الخلفية راح تصور لك فيديو بدقة 4K مع 30 فريم، وبالانتقال للكاميرا الامامية فتجي بدقة 16 ميجا بكسل وتصور فيديو بدقة فول اتش دي مع 30 اطار.
صراحة صور الكاميرا الأمامية ما أقدر أقول عنها ممتازة، وبنفس الوقت هي مو سيئة. الصورة راح تكون بيها تفاصيل، والسكن تون نوعا ما قريبة من الواقع، لذلك بشكل عام أقدر أقول عنها أنها كاميرا جيدة ومقبولة. بالنسبة لأداء البطارية بالريدمي نوت 10 برو، فبصراحة البطارية تعتبر من أحد نقاط القوة الموجودة بهذا الهاتف. البطارية راح تنطيك من 6 ساعات إلى 7 ساعات أو 7 ساعات ونص استخدام متواصل، وبصراحة أشوف أنه هذا رقم جدا ممتاز بالنسبة لهذا الهاتف. وطبعا لو كان استخدامك خفيف أو متوسط، فمتأكد أنه هذا الهاتف راح يمشي وياك يوم كامل بكل أريحية، وما راح تواجه مشاكل مع هاي البطارية. وبالنسبة للشاحن السريع 33 واط اللي يجي مع الهاتف، فراح يشحن لك البطارية من 0% إلى 100% خلال ساعة أو ساعة وربع كحد أعلى، واللي صراحة أيضا تعتبر مدة جدا ممتازة بالنسبة لهذا الهاتف. الريدمي نوت 10 برو يجي مع ستيريو سبيكر سماعتين من الأعلى ومن الأسفل، وبصراحة صوتهم جدا ممتاز سواء من ناحية النقاوة أو من ناحية مستوى الصوت. أداء السماعتين ممتاز وما عليه أي غبار، بالإضافة إلى أن الهاتف يجي مع منفذ السماعات الـ 3.5 mm، واللي أكيد يعتبر شيء مهم بالنسبة لهواية مستخدمين. البصمة بهذا الهاتف راح تكون جانبية مدمجة مع زر الباور، واللي صراحة أداءها يعتبر جيد جدا ولكن مو ممتاز، لأن بعض الأحيان راح تواجه بيئة تأخير، ولكن التأخير اللي راح تواجهه جدا قليل، لذلك بالنسبة لي أشوف أداء البصمة جيد جدا. وبنهاية هذا الفيديو، جهاز يقدم لك كل هاي الإمكانيات، شاشة أمولد جدا ممتازة، بالإضافة إلى معالج متوسط ولكن ما يقدم أفضل شيء بهاي الفئة السعرية، وبالإضافة إلى رام 6 جيجا بايت، وعندك كاميرا خلفية ممتازة بدقة 108 ميجا بكسل، بطارية عبرت حاجز 5000 ملي أمبير، بالإضافة إلى شاحن سريع بقوة 33 واط موجود داخل العلبة مع الجهاز. كل هاي الإمكانيات تحصلها بسعر 340 ألف دينار عراقي. برأيي أشوف إنه هذا الجهاز يعتبر خيار ممتاز جدا، ولكن مع شغلة مهمة جدا، هذا الهاتف راح يكون خيار مناسب إلك إذا كنت تفضل الشاشة على الأداء، ولكن إذا تفضل الأداء على الشاشة فأنصحك أن تفكر بهاتف البوكو إكس 3 برو اللي هو أيضا من شركة شاومي، لأن بصراحة راح يكون خيار أفضل بمراحل من هذا الهاتف على مستوى الأداء. ولكن إذا كنت تفضل الشاشة على الأداء فأنصحك بهذا الهاتف، هي صراحة شاشة ممتازة جدا إلى أبعد الحدود، وأكيد هذا الشيء راح تقرره أنت. هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو، أتمنى إن كان الفيديو مفيد لكم واستفدتم من عنده. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.